السلام عليكم أعزائي المشاهدون، سنتحدث اليوم عن فرس النهر، فإذا كنت مهتم فتابعنا حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ، من فضلك تفاعل مع الفيديو وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهيا بنا. ليست أفراس النهر أكبر الثدييات البرية في العالم، ولكنها أكبر سلالة الفيلة ووحيد القرن. ويمكن لأكبر أفراس النهر من الذكور أن تقترب من 3 أطنان وبطول 17 قدماً، وعلى ما يبدو أنها لا تتوقف عن النمو طوال فترة عمرها الذي يستمر إلى حوالي 50 عاماً، والأناث أقل بضع 100 كيلو جرامات. ولكنها تمتلك أيضاً قوة هائلة تدافع بها عن نفسها، وينتج فرس النهر من حاجبه مادة تسمى القدم، يتكون من أحماض حمراء وبرتقالية اللون، تعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وتمنع نمو البكتيريا. وقد أدى ذلك إلى انتشار خرافة أن عرق أفراس النهر من الدم، وفي الواقع أن هذه الثدييات لا تمتلك أي غدد عرقية على الإطلاق. أفراس النهر تشتهر بأحجامها الكبير، وهي من الحيوانات الإفريقية الضخمة الموجودة على كوكب الأرض الآن. يبلغ متوسط وزن الأفراد البالغة من أفراس النهر حوالي 1500 كيلو جرام، ويمكن للذكور كبيرة الحجم أن تصل أوزانهم إلى 2000 كيلو جرام. يبدو أن أفراس النهر الذكور تستمر في النمو طوال حياتها، بينما تصل الإناث إلى الحد الأقصى للوزن عند حوالي 25 عاماً. الفك مدعوم من قبل كتلة كبيرة متطورة، وهو يتدحرج إلى خلف الحاء، ويقع مفصل الفك بعيداً بما فيه الكفاية للسماح للحيوان بفتح فمه إلى حوالي 180 درجة. يحب فرس النهر المياه، ولهذا السبب أطلق اليونانيون عليه اسم حصان النهر، فهو من الحيوانات التي تقضي وقتاً هائلاً في المياه. فقد تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة في اليوم مغموراً في المياه للحفاظ على أجسادهم الضخمة باردة تحت أشعة الشمس. يترك فرس النهر الماء عند غروب الشمس، وقد يمشي 6 أميال في الليل لاستهلاك حوالي 80 رطلاً من العشب. تزن صغار فرس النهر ما يقرب من 100 رطلاً عند الولادة، ويمكن أن ترضع على الأرض أو تحت الماء عن طريق إغلاق آذانهم وخياشيمهم. تضع كل أنثى من أفراس النهر مولوداً واحداً فقط كل 2 عامين، وبعد فترة وجيزة تأوي الأم والصغيرة إلى مكان آخر يتوافر فيه بعض الحماية من التماسيح والأسود والضباع. ورغم الأحجام الكبيرة والهيئات الضخمة التي تبدو عليها أفراس النهر، إلا وأنها تتعرض لعدد كبير من التحديات المختلفة التي تتنوع باختلاف الأماكن التي تتواجد بها، فهي أحياناً تشكل خطراً على ما حولها، وأحياناً أخرى تعاني من خطر الانقراض. ويعد فرس النهر من أكثر الثدييات في العالم التي لها نزعه قتالية، حيث تقتل تلك الحيوانات العملاقة كل عام ما يقدر بنحو 500 شخص سنوياً في إفريقيا، فهي مجهزة تجهيزاً جيداً بحكم بنيتها القوية لإلحاق ضرر كبير بأي شيء يتجول في أراضيها. أفراس النهر خطيرة للغاية فيما يتعلق بالدفاع عن صغارها، فهي تستخدم أسنانها وأنيابها الكبيرة لمكافحة التهديدات التي تحيط بصغارها، سواء كانت تلك التهديدات من الحيوانات أو من البشر أيضاً. وهنا قد نكون انتهينا، وإذا أعجبكم الفيديو فتفاعلوا معه حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.